تحديات يا ما فرقت اخوات يا ما وقعت شنبات يا ما كبرت فعيان يا ما صغرت بشوات واحنا في زمن مادي وكله دام الجيب خلاص مليان كده خلصت الحسابات يا ما قلبت اوجاع يا ما غيرت اوضاع يا ما رخصت غاليين يا ما بينت انواع يا ما فتحت ابواب يا ما قفلت ابواب يا ما خربت في بيوت يا ما طمعت بياع اللي شريكوا وتبقوا منظر أرفان من كتر ما تحط علينا جربنا حظنا بيدينا أدينا بالهم رضينا والهم دايما مش راضي مساء الخير. أهلا. مساء الخير عليكم. متجمعين عند النبي. أهلا أهلا. إزيك يا ست ريم؟ أهلا ست كريمة. اتفضلي. إزيك يا حبيبتي؟ يزيد فضلك. إزيك يا محرم بيه؟ إزيك ست كريمة؟ اتفضلي. جبرية. والله يا بنت حلال. صدقي اللي أنا كنت هعدي عليكي عشان كنت عايزاكي في حاجة كده. ما تعمليش كده أحسن لك. ماشي. عايزة حضرتك في كلمتين صغيرين. أمري. بس على الله جبرية ما تزعلش وتاخد على خاطرها. لا ما تقوليش كده هتزعل ليه؟ قولي كل اللي أنت عاوزاه. بس خلي بالك من كلامك. لا كلمة تنط في زورك تقتلك. بتتمليني الموت يا جبرية؟ ده أنت حتى حبيبتي. وما يصحش الكلام اللي أنت بتقوليه ده قدام الناس الكبارة. ده أنت بنت أصول ولا أنت نسيتي الأصول يا جبرية؟ نسيتها وسبناها لأولاد الأصول. يا باشا ابقى كلمني عشان نخلصوا اللي اتفقنا عليه. طب اقعدي يا بنت الأصول اسمعي اللي أنا كنت جاية أقولهولك. صحيح الكلام ده يا محرم بيه؟
صحيح الله يرحمه عبد الحكيم جوزنا متجوز واحدة اسمها نعيمة؟ ايه؟ زي ما سمعتي كده يا جبرية. جبتي الكلام ده منين؟ الكلام ده صحيح يا ست ريم؟ سمعتي الكلام ده من مين بالظبط؟ يعني الكلام ده صحيح؟ لا وايه؟ ومخلف منها واد بيقولوا طالع زي القمر شبه عبد الحكيم، انا ما شفتوش. يعني البيت ما طلعتش نصابه. كنت فاكره ان انت اللي هتسال وتطلب تشوفني. كنت هعمل كده. امتى؟ حسن هو ايه اللي في دماغك؟ انت بتفكر في ايه؟ لبنى انت بتحبيني؟ اه بحبك يا حسن، بحبك قوي كمان. على فكره انا مش بحب البصه دي. انت لازم تعرف ان لبنى لما تقول لواحد انها بتحبه يبقى بتحبه قوي كمان. انا مش زي اي حد. وانا كمان بحبك، بس الحب لوحده مش كفايه. أنا هجيب لك من الآخر. أنا مش عايزة أتجوز واحد ضعيف، واحد مش عارفة بكرة هيبقى فين. أنا علشان أتجوزك لازم توعدني يا حسن. أوعدك بإيه؟ إنك تبقى كبير، وكبير قوي كمان. مش فاهم. الفلوس كل حاجة يا حسن. الفلوس اللي هتوصلك للي أنت عايزه. الفلوس هي السلم اللي هتطلع عليه وتحط رجلك عليه. أنا مش عاجبني اللي حصل لبابا، مش عاجبني إن مهدي يبقى متحكم فيه. أنا كمان كنت بفكر في اللي بتفكري فيه. مهدي كبير صح، بس بينا من غيرنا ملوش عزة. الدنيا اللي جاية لينا يا حسن، أنا وإنت وبس. الدنيا كلها مرة واحدة؟ أنت فاكر إني هقبل بحاجة أقل من كده؟ طب هتسمع اللي هقولك عليه؟ أنا موافقة على اللي أنت هتقوله من غير ما أعرف إيه هو. قلبي من جوه وإنتي. خلاص نسيت عبد الحكيم يا حسن؟ انت مش طلقتها البت دي؟ ايوه. امشي من هنا يا بت انت. خلاص نسيت ولا همك الا عشان والد مفيدة. امشي بقى، هو ايه القرف ده؟ كفايه مسكنه. اوعى قلبك يلين لحد غيري يا حسن، الدنيا اللي جايه ليا انا وانت وبس. بس ده ولدي. ابنك لو هيرجعك لورا يبقى تدوس عليه. اسمع مني، تلم هدومك وتمشي. قسما عظما لما مشيتي لا تفرك مطرحي. تدفن مين يا روح الروح؟ ده بدل ما تقول لي يا مرات ابويا شوف حقك ومستحقك، ولا ابعتي هات اخويا الصغير عشان اخده في حضني، ولا اخوك حسن اللي لما سال فيا لا انا ولا اخوه. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. بس 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 ما يصحش كده، دي مرات ابوك برضو. شوف يا اختي كهن النسوان، مالكيش دعوه يا اختي، خليكي في حال. كهن؟ هو انت يا بنت لسه شفت كهن؟ انا هوريكي كهن على رسوله. مروان سيبيني يا كريمه. بس بس شوف وراك ايه وسيبها لي يا حبيبي، انا هعلمها الادب واربيها. ادب مين يا الدلعات اللي هتعلميهولي بعد ما شاب ودوك كتاب يا اختي؟ لما يبقى شايب وقليل الادب مروان يبقى عايز يتربى من اول وجديد. تعالي يا مروان. خدي يا كريمه.
الله يسامحك يا ابوي. لسه ايه تاني مستنينا؟ تعرف المرتب اللي انت هتاخدها عندنا هنا كام؟ ايا كان انا موافقه، بس الرقم اللي انا هقوله لك مش هيتناسب تماما مع اخر راتب انت كاتباه هنا. انا عارفه ان المرتب اللي انا هاخده هنا اقل بكتير من اللي الشركه محدداه، بس مفيش مشكله. على كل حال احنا لو اتفقنا انا هكون مبسوط قوي لو بقيتي معانا. احنا بالفعل محتاجين خبره زي خبرتك. متشكره جدا يا فندم، والله انا هبقى سعيده جدا لو اشتغلت هنا. بالتوفيق. اتفضل. ابوك كان عايش بدماغه يعمل اللي يعجبه، ما يفكرش في حاجه الا مصلحته هو. انا قلت يعني لما تعرفي ان جوزك عبد الحكيم الله يرحمه كان متجوز هتيجي يعني على الاقل تشوفي مراته دي شكلها ايه. بسم الله ما شاء الله، ده ايه الحلاوه دي؟ ده انت عامل زي نجوم السيما. انت حسن؟ اه، وانت نعيمه. ربنا ينعم عليكي دنيا واخره. ايوه انا نعيمه. الله، ريحه البن مفحفحه. حكيم انا اول ما شم ريحه البن ده يخش في نخشيشي على طول. بالك انت، انا احب اجيب البن واخلطه على بعضه فاتح وغامق، وبعدين احوجه بقى بالحبهان المحمص، بيبقى بقى حاجه. بس يا وليه جمفز يا غزيه، ما تطولي بالك كده وتقعدي جنبي. مش يمكن انا وانت دمنا يجي على دم بعض؟ وشك مكشوف قوي يا وليه انت. ومال وشي مكشوف؟ عشان صاحبه حق، ولما ابقى صاحبه حق بتبقى عيني قد كده اهو، باكسه وفاكسه ويتدب فيها رصاصه. حكيمانه قويه واعرف اخد حقي كويس قوي. دخلتك عفشه، وانت بقى الصراحه مقابلتك مش حلوه خالص. انت هتاخدي وتدي معاها ياما؟ ياه، وما تاخدش وتدي معايا ليه؟ وبعدين احترمني شويه كده، قدرني، ده انا برضو في مقام امك. ايه؟ يعني صحيح انا مش قد امك، انا تقريبا كده قد عمتك، ولا اقول لك حتى يا اخويا انا اصغر منها، بس الخلاصه يعني احترمني كده وعاملني في مقام امك. طلعت لنا منين؟ من عبايه ابوك. والنبي انت عسل، عسل ولسانك ينقط شهد، بتعرفي تتكلمي، بحب كلامك. انت تعرفي منين ياما انها مش كدابه؟ هنعرفه. شوفي يا ست، انا كنت عايزه اقعد معاكي بس معلش مش هينفع، عندنا مشوار مهم لازم نروحه. خديني معاكي. تيجي معانا فين؟ اجي معاكو؟ هو انا ما شرفش ولا ايه؟ هو انا اشبهكو؟ وبعدين انت لو رايحه لحد من قرايب عبد الحكيم اجي معاكي اتعرف. ولو رايحه تخطبي للعسل ده وماله، خديني برضه، حكيمانه ليا نظره. ربنا يوفقك يا حبيبي، ربنا يوفقك. لا يا ست، ما رايحش نخطب له. اقول لك على حاجه، هخلص مشواري واجي لك على البيت الكبير. وماله؟ مع اني يعني الصراحه كانت نفسي رايحه الفنجان القهوه ده، ريحته كده ايه ترد الروح. هو انت بتجيب البن من انهي محمصه؟ الله لا اله الا انت. زينب فحشت قوي. ما قلتليش يعني ان انت جاي. ايه، مش عايزاني اجي ولا ايه؟ لا ازاي بقى، عايزاك تيجي طبعا، بس عايزاك تقعد، ما ترجعش البلد تاني. سيبك من الحكايه دي وقولي لي كنت فين. انا هستلم شغلي من بكره. مروان عشان خاطري سيبني اعمل اللي يريحني، وصدقني بكره هتقول ان زينب كان عندها حق. ابوي طلع متجوز تاني. لا ده كده تالت بقى. تعبت والله يا زينب، ولسه هتتعب اكتر من كده كمان طول ما انت مصر انك تلف في الطاحونه دي. غصب عني مروان، مفيش حاجه اسمها غصب عنك. وبعدين انت لو عايز اهدي منفعله ليه؟ بتكلميه كل يوم؟ بيتحرك. ايوه يا سيدي، وتعبني معاها الاخر. خدي بالك من نفسك ومنه يا زينب، ده اغلى حاجه عندي في الدنيا، وانت كمان اهم حاجه عندي في الدنيا دي كلها. مروان، اقول لك انا اوقات بفكر في ايه؟ قولي يا زينب.
انت لسه مش مصدق يا مروان، مش مصدق ان زينب حبتك. بس انا عايزه اقول لك ان زينب اتعلمت وعرفت دلوقتي هي عايزه ايه، عرفت الطريق اللي هي عايزه تمشي فيه، وعايزاك معاها يا مروان. انا بحبك الحب اللي انا كان نفسي من زمان احسه واعيشه، مع انك مش جنبي طول الوقت، بس انا قلبي وعقلي معاك. بس انت مش هتحس الحب اللي انا بتكلم عنه ده غير لما تشيل الزرعه في قلبك. صدقيني يا زينب، مفيش في قلب غيرك. لا، في يا مروان، في البيت، في الارض والفلوس، في ان انت مش عايز تتهزم ابدا، في ان انت عايز تفضل الكبير. بس صدقني، في معارك الانسان لما بيتهزم فيها لازم يبقى مبسوط. صدقني يا مروان. اللي في الخير يقدم ربنا. بقول لك جبريه مش هتفيدك بحاجه خالص. انت فاهمه غلط يا ست. اسمعي كلامي للاخر وخديني على قد عقلي يا ستي. صدقيني. صدقيني انت، انا عارفه انت عايزه ايه بالظبط، وكل اللي انت عايزاه انا هنفذه لك. وحسن، ايدك منه والارض، كلمه توديه وكلمه تجيبه. انما مروان الكبير كلمته مسموعه. جوز بنتي وقريب قوي بنتي، هتجيب له ولي العهد. يعني لما اقول له اي حاجه هيقول لي امين. مروان باع خلاص. كلام. لما انا اقول له خليك معايا وورايا هيقول لي حاضر. واضح ان انت مش فاهمه مروان خالص على فكره. لا معلش، انت اللي مش فاهمه. جبريه بره البيت، يعني بره الحسبه. وابن حسن ابقى انا جدته، وقريب قوي هيرجع لريتال. وزي ما قلت لك، حسن كلمه توديه وكلمه تجيبه، يعني انا اللي فوق. جبريه بتقول نفس الكلام. وما تنسيش ان مروان ابنها، وكده كده هيرجع لحضنها. وحسن مش كده خالص، حسن صلب صخر، انتي فاهمه. وبعدين جبريه كده هترجع للبيت وهتبقى هي اللي فوق. بعدين يا حبيبتي، حسن خلاص طلق ريتال، وزينب سابت مروان، يبقى ايه اللي انت بتقوليه ده بقى؟ لا لا معلش. ست الكل كده هخاف منك. والله انا بقول الحقيقه، بقول اللي في قلبي. وبعدين احنا لينا في الاول وفي الاخر ايه؟ المصلحه. ومصلحتك معايا. اتفقنا. ساره، والله الحلاوه دي في الدماغ اللي عايزه اقطعها. برضه ما تصدقنيش؟ انا ما صدقش الا نفسي وبس. لما انت شايف اني مولفه مع عدوك سايبني ليه؟ ما تموتني. لسه ميعادك ما جاش، وانا احب كل حاجه تبقى بميعادها. ممكن اعرف مين اللي جاي ومصر اني اجابله؟ ضيوف مهمين بالنسبه لي، وعايزك تكوني موجوده معايا في استقباله. نفسي اعرف مين اللي مجوك علي؟ مين اللي مفهمك اني بعمل حاجه من وراك؟ يعني انت ما قابلتيش محرم؟ قابلته، بس كنت رايحه اساله على حاجه معينه مش اكتر. تبقي بتلعبي من ورا ظهري يا ناديه. عموما سيبك من الكلام ده، لانه محتاج قعده وتصفيه حسابات. انا كل اللي يهمني دلوقتي العزومه بتاعت النهارده. شغل مهم جوك ده؟ ايه، عايزه تعرفي عشان تجري تقولي اللي محرم؟ محرم محرم ايه؟ انا محرم ده ما بيخطرش في بالي اصلا. يا مهدي، انا هخونك؟ ده انت الوحيد اللي وقفت جاري. اه، ايه المشكله يعني تعمليها؟ لا يا مهدي، ما اعملهاش. يمكن انت ما قابلتش الشخص اللي يكون صادق معاك واللي يشيل جميلك فوق راسه. بس انا هتحمل منك اي حاجه، وبكره تعرف اني ما عملتش اي حاجه عفشه من وراك. عايزك تتاكدي ان الاكل اللي انا طلبته اتعمل. عايز كل حاجه تبقى مظبوطه بالملي. العزومه دي مهمه قوي بالنسبه لي.
كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت على طول كده بتطلعي تخضي؟ انت فين؟ فين مش باينه؟ خير؟ في ايه؟ في نعيمه يا حبيبتي. مالها هبابه البرك دي؟ هبابه البرك دي جايه ونفشه ريشها على الاخر كده اهو. ما تنفشوا، هي كانت جبريه يعني عملت ايه عشان نعيمه دي تعرف تعمل حاجه؟ لا، جبريه لما كانت بتعمل كده اهو كنا بنعرف البلوى اللي وراها، انما البت دي صنف تاني خالص. لا تاني ولا تالت، اهي هتقعد في البيت الكبير كيف ما احنا قاعدين. نعم يا اختي، كيف ما احنا قاعدين؟ كيف يا ست فوزيه؟ هي المشرحه ناقصه قتله؟ عايزانا نعمل ايه يعني؟ نقول لها اطلعي بره؟ مش كانت مرات عبد الحكيم؟ يا لهوي عليك يا فوزيه، هي اي واحده تيجي تخبط على الباب وتقول انا كنت مرات زفت الطين ده نقول لها اهلا وسهلا اتفضلي؟ ايه زفت الطين ده يا وليه انت؟ يا اختي ما تزعليش، عبد الحكيم به الكبير، الكبير قوي، عبد الحكيم به اللي ما يهدوم الله يرحمه. جيبي من الاخر يا كريم، عايزه ايه؟ يا حبيبتي روقي كده وفهميني، البيت دي مش لازم تقعد معانا ولا دقيقه واحده. يعني نقول لها ايه؟ اطلعي بره، ما تقعديش هنا. انا عايزه اقول لك حاجه، معقوله طول الوقت ده جبريه ما حسيتش ان عبد الحكيم متجوز؟ بلاش، مروان ده دي لمين؟ مش دي لعبد الحكيم؟ والكوفيه بتاعته والطاقيه لازق فيها على طول 24 ساعه، اتجوزها امتى؟ ما هو كلام بالعقل يا ناس. هو يعني عبد الحكيم لما اتجوز اللي اسمها ندى دي كان حد عرف؟ المهم البت دي لازم تطفش من هنا وخلاص. خليكي معايا يا اختي، خلينا نبقى جابها واحده مش جابتين. دي زينب. لو النبي ايه؟ الو يا زينب حبيبتي. ماما؟ يا روح قلبي ماما. ماما من فضلك اديني عمتي. كده برضو يا زينب؟ ده انا امك يا حبيبتي. معلش يا ماما لو سمحتي اديني عمتي. معلش يا بنت، ده انت حته مني. كنت سبتي بقى الدنيا كلها وجيتي قعدتي معايا هنا شفتيني انا عايزه ايه ولا عامله ايه؟ مش سايباني وقاعده عندك. الله، وانا يعني اللي كنت قلت لك امشي؟ مش انت اللي خدتي في ركبك ومشيتي؟ من فضلك يا ماما اديني عمتي. حاضر يا اختي، خدي يا عمتي يا حبيبه قلبي عمتي. ايوه يا زينب يا حبيبه قلب عمتك، يا روح قلب عمتك من جوه. يعني اعمل ايه؟ اسيب الدنيا والهم اللي هنا واروح اقعد جنب منها؟ انا لو رحت مش هنزل قبل شهور، بعد ما تولد تكون الدنيا خربت وبقت فوق بعضها. طبعا هجيلك، وانا اقدر اسيبك لحالك؟ لا، جايلك يا روحي يا قلبي يا حته من قلبي من جوه. عبد الحكيم، شفتيش عبد الحكيم؟ شفتيش عبد الحكيم؟ عيل صغير، شفتيش عبد الحكيم؟ يا عبد الحكيم، يا عبد الحكيم، يا ولدي، يا وجع قلبي عليك يا ولدي، انت فين يا عبد الحكيم؟ وفي ده بعد عني. ابعد عنك بقى كده، وانا طول الطريق جاي اقول لنفسي يا صوفة انت لازم تقف جنب الولاية دي وتساعدها. تساعدني في ايه؟ انت تلاقي ابنك صح. ايوه صح. انت فاكره ايه؟ الدنيا دي اتعدم منها الاخلاق، انعدمت منها المروه. يا بنت ده انا من يوم ما عرفت حكايتك وانا زعلان قوي ومقموص قوي من الدنيا، ربنا قدرني وساعدك تلاقي الواد. انا عايزه ولدي. وانا كمان، بس اسمعي كلامي. انت عايز مني؟ هعوز منك ايه يا حسره؟ انت حيلتك ايه اصلا يتعاز؟ انا كل الموضوع وما فيه ان انا قلبي رهيف وغلبان وبيصعب عليا الجمال. بعد عني، ما تحطش يدك علي. حاضر، مش هحط يدي، بس انت عارفه انا علاقاتي جامده قوي بكل الناس في البلد، اللي بيسافروا منهم واللي ما بيسافرش، فكل الموضوع ان انا كنت عايز اخد منك الصوره واروح لهم يشوفوا الواد، يمكن هو حد مسافر شغال في حته ولا عنده مشوار يشبه على الواد يعطر فيه يدلنا عليه، مش يمكن نلاقيه؟ صح. ايوه صح. يلا تعالي معايا وانا افهمك كل حاجه. تعالي ما تخافيش، تعالي بس. البيت نور والله. منور بك يا باشا والله. الزياره دي اتاخرت كتير قوي،
كانت لازم تحصل من ايام عبد الحكيم. الله يرحمه ابوي، كان مبعدنا عن الناس اللي لازم نعرفها. كان خايف عليك يا حسن. معلوم، حسن كانني عينه من جوا والله. اوعى. مساء النور يا حبيبي. ايه يا مهدي؟ مش تعب. حسن عبد الحكيم والست جبريه والدته، حكيت لك عنهم كتير. ناديه انت لسه عايشه؟ ناديه حضرتك تقصدي مين؟ لا احنا كده لازم نفهمه. الله، هو انت تعرف ليلى ولا ايه؟ ليلى مين؟ دي ناديه. انت اتجننت؟ ليه بس فيها يا اما؟ انت جايبها لحد هنا؟ يا اما البت غلبانه وابنها ضايع منها وملقاش حته تلمها، ولا احنا يعني مش هيبقى فيه في قلوبنا ذره رحمه ولا انسانيه؟ يا ابني احنا مش ناقصين مشاكل مع حسن وامه. يعني احنا هنعمل حساب للناس ومش هنعمل حساب لضميرنا ولربنا؟ لا يا رحمك، هنعمل حساب لضميرنا ولربنا. هو هيفضل لنا غير العمل الصالح؟ حسن وامه على الاقل مش هينفعونا في شيء. بقول لك ايه يا قلب امك؟ أنا كل البلاد اللي بروحها بعرف كل الحريم اللي فيها. أنت بس اوصفي لي ابنك وشكله إيه وأنا أوصيهم عليك. زرتها يا قلب أمك يا بنتي، ده لسه صغير. وريني كده هما يا حبيبي، ده طالع زي القمر لأمه. عن إذنك يما، صلاة العصر وجبت. ما تنساش تدعي لي يا صوفة. ربنا يكرمك يما ويخليكي ليا يا رب. تعالي يا بنتي. يا بنتي براها عليا. يو اقعدي كرني زي الخروف كده. ها ايه ايه؟ محتاره والله يا كريمه، ما بقتش عارفه اعمل ايه. محتاره في ايه يا حبيبتي؟ حسن ماله؟ مش عايز يسمعني، شكله اتغير قوي يا اختي. حسن مقدور عليه، خلينا في البلوة الجديدة اللي طبت علينا فجأة كده. هي شكلها ايه يا كريمة؟ واحنا في شكلها ايه يا بنتي؟ عادي يعني، كنت عايزة اعرف مش اكتر. انا حاسة الولية دي نصابة. ممكن. وبرضه بقول لنفسي لا، لو نصابة مش هتبقى بالبجاحة والجرأة اللي هي فيها دي، ده عين هيندب فيها رصاصة بكرة. مالك يا كريم؟ خايفة منها قوي ليه كده؟ يا بنتي أنا مش خايفة، بس أهو لسه يا دوبك بشم نفسي من اللي اسمها جبرية دي، اللي بسبع ترواح زي القطط تطلع لي التانية اللي عاملة زي التعبان اللي اسمها نادية عايشة. إيه؟ نادية إيه؟ عايشة يا كريم. نادية عايشة إزاي يعني؟ هي والبنت شاهد بيرتبوا الحاجة وأنا عارفاها وهحكي لك عليها. نادية عايشة؟ أنا عايز أشوفها. طب اهدي يا كريم عشان خاطري. أنا هادية أهو. أنا هقولك على مكانها. وديني ليها عشان خاطري. حاضر. نادية عايشة؟ لا، أمال لطمت على مين وصوتت على مين والتراب اللي غرقت؟ نادية عايشة؟ عايشة يا كريم. نادية عايشة؟ أنا مش مصدقة. انت تقصد ايه باللي حصل ده؟ اتكلمي كويس. انت بتعمل ليه كده؟ قلت لك انا ما عملتش حاجه، والله العظيم اللي في بالك ده مش صح. انا عملت ايه؟ انا عايزك تخرجي وتدخلي عادي طبيعي، وبعدين هم صدقوني. صدقوك ولا عملوا مصدقين؟ تفرق معاكي؟ ما حدش فيهم يقدر يعمل حاجه طالما انا قلت انك ليلى، هتفضلي ليلى لغايه لما انا اقول انك مش ليلى. انت فاكر ان حسن ولا جبريه هيهدى لهم بال؟ ايه؟ خايفة؟ شفتي إن محدش يقدر يحميكي؟ شفتي إن مالكيش ظهر تتسندي عليه غير مهدي؟ أنا بس. طيب يا مهدي، مش أنت عايزها حرب؟ تلاقي وعدك. مين؟
هدخل ولا مش عايزه تشوفي وش انت رخر؟ لا ابدا اتفضلي. اعمل لك قهوه معايا؟ اعملي عسل. بقول لك ايه يا فوزية؟ هو كوني فاكره ان عبد الحكيم مش جوزي ولا الواد ده ابني؟ لا فاكره ولا مش فاكره، انا بقيت اصدق كل حاجه. طب يا اختي كويس، هو ده برضو يخليني اعرف اتكلم معاكي واخد ودي. خير؟ عايزه ايه؟ من غير لف ولا دوران كده ولا حكايات ولا حوارات، انا عايزه حقي. وانا مالي؟ عندك مروان اصطفلي معاه. مروان انا مش لدة عليه خالص. ولا بيجي لدد عليه حد. يعني ايه؟ يعني عبد الحكيم كتب كل حاجه باسم مروان. مروان بيجي الكبير، وهو اللي يقول مين اللي ليه ومين اللي عليه. عليه؟ عليه ايه يا اختي ان شاء الله؟ لو انت ما تعرفيش اننا كلنا بيجي علينا ولا ايه؟ بقول لك ايه يا اختي؟ انا عارفه ان انت العقله الطيبه الحلوه اللي في البيت ده. ايه الكلام المسخ بقى اللي انت بتقوليه ده؟ الكلام الماسخ ده كلنا اكلناه وشربنا وراه ميه كمان وغصب عننا. وغصب عننا ليه؟ في حد ماسك لنا زله؟ بقول لك ايه يا نعيمه؟ اللي يجي على كيفك اعمليه. مالك يا اختي؟ مالك يعني ضربه الدنيا صارمه كده؟ ايوه انا ما بقتش في حاجه فارقه معايا. بقول لك ايه يا فوزي؟ شكلك كده واخده عني فكره وحش. طب اسمعي بقى اما اقول لك، انا ست جدعه قوي وب 100 راجل وما احبش الحوارات ولا اللت والعجن ولا اي حاجه. من الاخر كده انا ما ارتحتش لكريمه دي. بقول لك ايه، اوعي تفتكري ان جوازتي من عبد الحكيم دي كانت جوازه كل شين كان. لا، دي كانت قصه حب كبيره قوي. عبد الحكيم ده كان حبيبي، وقف جنبي كتير قوي وساندني، ووقف ضد اللي خذلوني وجاب لي حقي ونصرني. عشان كده انا عمري ما انساله اللي عمله. كيف يعني؟ هبقى احكي لك، بس عاوزاكي تحكي لي انت الاول الحكايه كلها. هو ايه حكايه مروان وحسن سايبه ليه؟ وايه اللي مخلي جبريه سايبه البيت ومش قاعده فيه؟ وانت عايزه تعرفي كل ده ليه؟ فاكره نفسك هتلمي شمل العيله؟ طب وليه لا؟ انت فاكره ان انا هصدق كلامك ده؟ ياه، هي كل الناس لازم تبقى نيتها وحشه؟ تكونيش فاكره ان انا جاي اخطف لي قرشين وامشي. بقول لك ايه، كان غيرك اشطر. لا يا اختي، مفيش حد اشطر مني ولا احلى مني كمان. نعيمه، حلي عن دماغي. لا مش هحل عن دماغك الا لما تحكي لي الحكايه كلها. يلا. مروان باشا، انا شامم ريحه غاد.